ايه ده؟ اوبا الباي هيفرتك الترنجة زينهم والله، وشكل الابز ابتدت تطلع. ايه الهبل ده يا جيمي؟ فيه انت جاي تهرج ولا ايه؟ هو انت ليه واخد الموضوع جد كده؟ يا ابني انا طول عمري رياضي، لولا بس في اخر كام سنه كده قعدت في المكتب والكسل هو اللي بوظني وطلع لي كرش. كنت فاقد الشغف شويه. انا بقى لسه فاقد الشغف، انا بدفع اشتراك الجيم وما اروحش عادي. لا بعد كده مفيش الكلام ده، هاخدك من ايدك ومعايا في كل التمرينات. بجد والله؟ يعني هنبقى الجيم باديز فور ايفر؟ جيم يا حبيبي انت جاي تمرن ولا جاي تهرج؟ بصراحه انا جاي ارغي. طب ارغي في ايه؟ بص انا كنت عايز اخد رايك في موضوع رنا ده. رنا مين؟ رنا دكتور ميس ايجيبت حكيت لك عليها. مالها؟ دلوقتي انا فعلا محتار ومش فاهم، هل هي انترستد ولا لا؟ طيب جيمي حبيبي دي واحده بتعدي عليك في الشغل. وبتاخدك كده وبتعرفك على اصحابها. حصل. وبتبعت كل شويه تطمن عليك. تفتكر بتعمل كل ده ليه؟ عايزه منك فلوس مثلا؟ انا بصراحه مش عارف. مش عارف ايه يا ابن التهبل؟ بصراحة دكتور أنا الحاجات دي ما بفهمهاش، يعني لازم هي تبقى صريحة معايا وتقول. طب خلاص سيبك منها، أنت عايز إيه؟ عايز تبقى معاها بجد؟ ولا بتعمل كده يعني عشان تثبت اليوم إن هي مش فارقة معاك؟ يعني هو إيه المشكلة لو يعني ده حقيقي؟ لو إيه اللي حقيقي؟ يعني إن أنا بعمل كده عشان أغيظ يوم. طيب جيمي حبيبي أنت دلوقتي ما ينفعش تاخد أي قرار وأنت في الحالة دي. اتفقنا؟ صح عندك حق، أنا فعلاً دي اشاره دي انت مسميها رنا ميس ايجيبت؟ ما طبعا ما عشان مؤمن بال. الو ايوه رنا. لا انا في الجيم. طب لا ممكن نتقابل؟ ماشي. عايز تعرفيني على مين؟ ماشي خليها مفاجاه. ماشي انا كمان كنت عايز اقول لك على حاجه. لا اقولها لك مفاجاه اقولها لك لما نتقابل. يلا ماشي خلاص شويه وبعد. سلام. انت عبيط يا جيمي يا حبيبي. انا مش قلت لك ما ينفعش تاخد قرار وانت في الحاله دي. انا بكلم مين اصلا؟ وانت كمان ماشي ليه؟ ما كنتش اتكلمت وما كنتش اتكلمت. جيمي تعالى. لا ازيك يا جيمي؟ ازيك يا رنا؟ عامل ايه؟ الاخبار؟ معتز. اهلا ازيك، فرصه سعيده. معتز هو ده الشخص اللي انا كنت عايزه اعرفك عليه. والله اشمعنى؟ اللي كان خطيبي. الاكس بتاعك يعني؟ هو ممكن ما يفضلش اكس يعني. جيمي حكيت لك عنه كتير قوي. اكيد طبعا. اهلا اهلا يا جيمي. اهلا اهلا. على فكره انت كنت السبب اللي خلانا نرجع نتكلم تاني مع بعض، انا بجد لازم اشكرك. أنا كنت السبب إنكم ترجعوا إزيك؟ الرواية اللي أنت جبتها لي بتاعت ماركيز كانت أول رواية يجيبها لي معتز، فروحت دورت على النسخة وفتحتها افتكرت حاجة كان كاتبها وقعدت أقرأ بقى وكده. بجد والله؟ يعني أنا جبت لك نسخة وأنت روحتي قريتي النسخة اللي هو جابها لك. تمام كملي. وبعدين؟ بس يعني لقيت نفسي ببعت له ورجعنا اتكلمنا تاني. أو كيوت والسرعة دي؟ هي الرواية لها علاقة شخصية بيا، يعني البطل كانوا أهله في الرواية عايزينه يكون رجل دين، بس هو كان شايف إنه لازم يكون روائي زي كده. أنا مهندس بس خلاص بقى هنشر أول كتاب ليا الأيام اللي جاية. مش فاهم برضه إيه العلاقة حضرتك رجل دين ولا مهندس ولا كاتب ولا يا كاتب جيمي ولا. دايماً العلاقة طردية، يعني الرواية كانت بتتكلم إن كل واحد لازم يجري ورا أحلامه وطموحاته. حياتي. والله طب تفتكر الكاتب كان يقصد كده لما كتبها؟ أكيد طبعًا. أنا رأيي إن هو كان قصده كده. وأنا رأيي كده كمان. والله واضح إن أنتم متفقين، حاجة جميلة أوي. طيب مبروك يا جماعة. الله يبارك فيك يا جيمي. أنت ما قعدتش ليه؟ لا ما أنا أصلي كنت في الجيم. وقلت عدي كده في السريع هسلم وهمشي على طول بقى خلاص يعني. تمشي ايه يا جيمي؟ طب قول لي ايه الحاجه اللي انت كنت بتقول لي عليها في التليفون؟ مش فاكر والله، كنت عايز اقول مش مهم، اول ما افتكر اقول لك على طول. طيب فرصه سعيده، رجعنا بقى للتدريب وان شاء الله ان شاء الله. يلا باي. هو ماله جيمي؟ في العادي الطف من كده بس مش عارفه ماله النهارده، حاسه غريب شويه جيمي بقى وكده. معلش. اشترك الآن واحصل على 50% خصم مدى الحياة على اشتراكات بريميوم السنوية والشهرية. استخدم الكود على watchit.com.